شبك ليش هيك صفلان فيني؟ مدام ما شفت غلط عليك بسؤال؟ تفضل. مدام نحن حبيناك وعرفناك باسم ضرة، مضبوط قصة عتاب الباري؟ شو؟ منين جبت هالاسم؟ في مطربة اسمه غصون، عاملة فيديو عم تسبك وحاكي هالكلام. اسمها الحقيقي عتاب الباري، وبالآخر جمهوري الحبيب، لا يصح إلا الصحيح. أشد لك شو هالحكي؟ ايه على قامتي إن شاء الله، قال اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. هلأ بعد كل شي عملناه هاشم يقدر فيكي هيك؟ لا إله إلا الله، سكر مو وقت الندب واللطم. هلأ لسه ما أدري الزلمة ما بدك كل هالشي وممنوع يدرى. هلأ المنيح بالقصة إنه أخوك ما له علاقة لا بالموبايل ولا بالإنترنت. استني عتاب دقيقة استني. إيه معك، بس أنا خايفة يعرف من حدا من الناس. مزبوط معك حق. اسمعي، بدك تحبسيه بالبيت، ممنوع يطلع برات البيت، كيف وشلون ما بعرف، لبين ما لاقي حل.